إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحسن كل شيء خلقه، كرم ابن آدم وجعله في أحسن صورة، وأسجد له ملائكته، وأمره أن يعبر الأرض ولا يعمرها، لأنه لا يملك أحد على هذه أحدا، ولا يملك أحد على هذه الأرض أرضا إلا الذي خلقها، فالملك ملك والخلق خلق والبدء والمنتهى منه وإليه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، قيوم السماوات والأرض، مهيمن عليها، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. وأشهد أن سيدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كمال الوجود كله، الصفي المصفى والصفي الأصفى والنقي الأنقى والتقي الأتقى، تناهت كمالات البشر في كماله صلى الله عليه وسلم. أن أبي بن كعب جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أصلي عليك ثلث الليل؟ قال: يكفيك. قال: يا رسول الله، أصلي عليك نصف الليل؟ قال: يكفيك. قال: أصلي عليك ثلثي الليل؟ قال: يكفيك. قال: أصلي عليك الليل كله؟ قال: إذا تكفى همك ويفرج كربك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأحبابه وأنصاره وأتباعه وعلى كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعد، فيا أيها المسلمون عباد الله،
اليوم عود على بدن، مكان ظن أنه قد هجر وظن أنه قد ترد، ولكن شاءت إرادة العلي الأعلى أن تقام فيه كلمة التوحيد مرة أخرى. كلمة التوحيد هي طوق النجاة، بل هي الحياة. لا يلذ عيش بدونها. وصدق القائل: ألا كل ما خلا الله باطل، وكل قلب لا يوحد عاطل. يبقى القلب اللي ما يوحدش بطال، قلب بطال ملوش قيمة. وفي قلوب ما بتوحدش خالص. كلمة إله المعبود بحق أتت من ولها يأله فهو إله. له شبيه لا شبيه ولا نظير ولا مثيل. اقرأ قول الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واحد 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 واحد. في حاجة قبل الواحد؟ واحد واحد واحد. لا شيء إلا الواحد فوحد الواحد. أتحدى أي واحد يجيب لي حاجة قبل الواحد. نجا بها بلال عندما وضع الصخر الصم المتأجج نارا على صدره في بادية الصحراء في قيرز مكة وحرها، وهو ينادي قائلا: أحد 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 أحد. ما الذي جعله سيدا؟ أحد أحد. ولذلك عندما كان يلقى عمر أبا بكر وبلال يقول: هذا سيدنا وأعتق سيدنا. اللي خلاه سيد ايه؟ احد 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 احد. طب لو انت في محنة وقلت احد احد تعدي ولا ما تعديش؟ والله يتعدي، بس يكون واثق، يكون واثق، لان كلمة التوحيد لها اسس، لها اساس. شكر النعمة اساس كلمة التوحيد. أنعم الله عليك بنعمة، إن غبنت في النعمة وما عبرتش تبقى أنت شاكر للنعمة. إيه اللي جعل إبراهيم أمة؟ صلى على الحبيب محمد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. شكر النعمة، شكر النعمة. هتشكر النعمة لأنك في الأساس بتشكر المنعم. أنت لما تشكر النعمة بتشكر المنعم. ولذلك سيدنا موسى لما بيقول له: يا رب علمني كيف أذكره وعلمني كيف أشكره، قال: يا موسى اعترافك لي بأني أستحق أن أذكر هذا ذكر، اعترافك بأني أستحق أن أشكر هذا شكر. لأنه مش محتاج منك حاجة. الله ليس في حاجة لأحد، ولكن البشر كلهم محتاجون إلى الله. وريني ربنا خد من حد حاجة؟ بل اداك كل حاجة، اداك
كلها اقول لك خد عمري. لا ما خدش عمرك، ده مد عمرك، ده انت عمرك اطول من قديم الارض. كيف انت خلق ومشيت على الارض واصبحت فتى يافعا ثم شابا شديدا قويا ثم شيخا وكهلا واعتراك الشيخ. وفي هذا يقول الحبيب النبي يقول الله الشيب نوري وانا استحي ان احرق ناري بنوري. الشيب نور وانا استحي ان احرق نوري بناري. سيدنا زكريا واشتعل الرأس ولم اكن بدعائك ربي. في الشقاء في الدعاء، في الشقاء في الدعاء. شكرك النعمة ده اساس الاله الالوهي، اساس التوحيد، انك تشكر المنعم، انك تعترف له بانه اله. من الذي خلق؟ ومن الذي رزق؟ ومن الذي ابدع؟ ومن الذي سوى؟ ومن الذي شيد؟ ومن الذي فعل كذا وكذا 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 وكذا؟ انه الواحد لا شيء غيره، ما فيش غيره، ما فيش غيره. المنعم. نعم 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 نعم. يبدو ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معه من فول الدعوة، ما فيش حد لحد ما ربنا قال له وأنذر عشيرتك الأقربين. بيقول لهم كذبوه، بيقول لهم كذبوه، ما حدش آمن إلا أبو بكر من الرجال، سيدة خديجة وسيدنا علي. ثلاثة قيل له فاصدع بما تؤمن، طرد من مكة كلها، أخرج من مكة. في بدء وقف ينادي ربه لعد ولا عتاد، 300 قصاد 1300 بعدتهم وعتادهم بقوتهم وبأسهم، وهو رسول الله 300 اللي معه. وهزموا وهزمت المشركين في بدر يوم الفتح، فتح مكة. كان معه 100,000 أو يزيدون كلهم يقولون لا إله إلا الله. إذا بدأت الدعوة واحدة ثلاثة بقوا خمسة، يوم الفتح الأكبر بقى 100,000. الآن بلغ الإسلام مبلغه، إلا أن ليس هناك مسلمون حقا يتخلقون بأخلاق الإسلام. فين دلوقتي؟ إن تنصروا الله ينصركم، إن ينصركم الله فلا غالب. لذلك لما طلب من أبي بكر، شوف خد صديق عشان إيه اللي أنت النهاردة بتضن بجنيه. سيدنا رسول قال له إني أريد أن أجهز جيشا يا أبا بكر. أتى بكل ماله أمام رسول الله لدرجة أنه يقول له ماذا أبقيت لولدك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. صديق، أبقيت لهم الله ورسوله. سيدنا عثمان اشترى بئرا
من اليهود وقوم يحيلوه ب300,000 ب400,000 ب500,000 وهبوا للمسلمين. قال لهم اعطاني اكثر من ذلك، هناك واحد اعطاني اكثر من ذلك. رجل قال له ب700,000 وما فيش حد هيديك اكثر من كده. قال لقد اعطاني واحدا الحسنة بعشر امثالها. حد يديني الحسنة بعشر امثالها. شكر النعم. من اساس التوحيد الصبر على البلاء. صل على الحبيب. صبر على البلاء. عندما تبتلى في مال او في عيال فممكن ربنا يسلط عليك فلوس تهلكك وانت ما انتش داري. ممكن يسلط عليك عين يدمرك وانت ما انتش داري. امرأة تقضي عليك وانت لا تدري، لان شياطين الانس لا ولا شياطين الجن. شياطين الانس شياطين الجن قال لك اذا قرأت المعوذتين ذهبت شياطين الجن جميعها، لان النبي بيقول كده ان الشيطان لا يضع خرطومه على قلب ابن ادم فاذا ذكر الله انخنس. اذا قلت لا اله الا الله يطلع يجري. اذا قلت قل اعوذ برب الناس ملك الناس قل اعوذ برب الفلق يطلع يجري ما يستجريش يقف. انما شيطان الانس يقول لك افسر لك قل فعل امر اعوذ كذا فعل مضارع وقاعد جنبك ولا لانه ولذلك لك وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس ولا الجن. شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يبقى شيطان الانس لا ولا الجن. شيطان الجن يخلص ضمه حتى ان ابليس عندما يراك ساجدا يقول ويلي دعى ابن ادم للسجود فسجد ودعيت انا للسجود فابيت. سجدة واحدة تعديه بس سجدة خالصة. ولذلك عندما كان يحب رسول الله احدا كان يسأل عليه. سيدنا خالد بن الوليد لم يسلم الا بعد نزول كلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق ب21 سنة، لان اول ما نزل اقرأ. سيدنا الوليد بن الوليد اسلم قبله، فكان يسأله سيدنا رسول الله لماذا خالد يا وليد؟ كان يرد عليه الوليد سيأتي به الله يا رسول الله. ليه؟ كان عنده عقل رشيد. كان عنده عقل رشيد في البلاء. انا اخلص اهو في البلاء. لو قست بعقلك مش هتقدر عليه. اقرا كده الايه بتاع سوره القصص. واوحينا الى ام موسى ان ايه فاذا خفت عليه فالقيه ولا تخافي. طب بالله عليك انت لما تخاف على ابنك ترميه في البحر. لكن من القائل؟ انه الله. لو قسيت ام موسى بالعقل ترمي الواد في البحر ده قال لك ده ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. لو انا بقول لك ان كنت خايف على ابنك احذفه في اليم ينفع؟ لو قست بعقلك. ولكن هناك شرع وطبع. تقيس بشرع الله ولا بالطبع الانساني؟ بشرع الله. لانك لو قست بالطبع الانساني انت اللي خسران. لو انت بتاخد 300 جنيه وبيتك عايز 380 جنيه لو استاب عقلك ال 300 مش هيقضوه، لكن لو استاب بركة ربك يفضل يبقى 290 ويتفضل لك 10. ازاي؟ بتاعتك. لانه قال اهو يا ابن ادم لا تبدع من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفد ابدا. يا ابن ادم لا تبزع من ضيق رزق ما دامت خزائني ملآدة وخزائني لا تنفد ابدا. يا ابن ادم لا تسألني عن رزق غد ما لم اسألك عن عمل غد. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه.
الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. شكر النعمة الصبر على البلاء الظن اليقين في ان منع الله عطاء. ثلاثة اليقين في ان منع ربنا ايه عطاء عطاء عطاء. اقرا كده قل اللهم مالك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء. المنع عطاء، انت عايز بس هو مش عايز ليك، لما ما يديها لكش تزعل، لما ما يديها لكش تزعل. لو فهمت اسرار المنع لعلمت ان منع الله عطاء. لو انت تفهم اسرار منع الشيء ده وايه في طياته عطاء، في طيات المنع، وإلا ما كانش أنزل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو وعسى أن تحبوا شيئا وهو والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جايز اللي انت يقول لك أنا عايز بس عايز. طب ما هو يا أخي ممكن يديك العيل بس العيل ده ممكن يكفرك، يعني ممكن يخليك تخرج عن حدود دينك. ولذلك سيدنا زكريا اشترط، قال له رب هب لي من لدنك ذرية طيب. حكيم مؤدب ما تجيبوش ما يجيش. فانت عايز عيل صالح. لذلك اريدكم ان تعلموا ان ستر الله مكفول لعباده. حيسترك اصله ما عندوش اغيار البشر، ما عندوش أغيار البشر. لو عنده أغيار البشر كل واحد يعمل ذنب يحاسب بذنبه على طول. لا ما عندوش دي، ما عندوش. أنت في ستر الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: يدني الله العبد منه يوم القيامة حتى لا يكون بينه وبينه ترجمان أو ترجمان، فيقول عبدي أأنت فعلت كذا؟ يقول نعم يا رب. أأنت فعلت كذا؟ نعم يا رب. أأنت فعلت كذا؟ حتى يقر العبد بجميع أوزاره يقول عبدي وعزتي وجلالي كما سترتها عليك في الدنيا أسطوها عليك في الآخرة فلا أفضحك بين خلقي. لو عنده أغيار بشر تعال بقى، انت لو تمكنت من واحد هتسيبه؟ يعني لو انت زعلان من فلان وربنا مكنك منه هتسيبه؟ يا اخي العفو عند المقدرة. انت ولذلك الاعرابي الذي دخل على الحبيب النبي وقال اشكوك يا محمد، قال لمن؟ قال اشكوك لله، قال استعنت بكريم ان قدر عفا. ربنا لما يقدر يعمل ايه؟ يعفو. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل الإيه؟ المغفرة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وارفع درجاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يسر يا رب أمورنا، يمن كتابنا، أحسن خلاصنا، ثبتنا يا رب عند سؤالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم. استغفروه يغفر لكم وأخذوا.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا تقيم وسلو حاذوا بين المناكب وسد الفرج لا تركعوا قبل أن يركع الإمام ولا تساووا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر